وكيف أتهجأ أحبك من بعد طبعا 9 مرات من أول شلونك ولا تجيني قولي إن الوقت متأخر وهو ما هو متأخر بس أبيها بدم بارد. جامليني لا بديت أهتم في صور الجرايد زود عن ما في الجرايد ولا بديت أضحك تصنع مع من يبيع الجرايد. جامليني لا بديت أشاهد التلفاز من أول محطة دون ما اختار المحطة ولا بديت أضحك تصنع مع من اختار المحطة. وادعيني بعد 3 اتهام من الخيانة وبعد تشقيقك الصوري وبعد ما لاحظتي ان برجي وبرجك فيه تخالف ما يخالف ودعيني بس هاتيني يبيني. الله هذه قريبة حيل من قلبك؟ اي حيل. لها اجواء خاصة يعني كانت؟ انا طريقة اصلا كتابات الشعر لها اجواء خاصة. نعم شلون الاجواء هذه خلينا نعرفها؟ مستحيل اقولها انا مستحيل هاي احتفظي النفس خاص وسري. اي هاي سر المهنة زي ما يقولون. خارج هذه الاجواء ما تقدر تكتب؟ اي ما فموضوع يعني خلينا نقول ارتباط لازم احس في اللحظه. يعني اي لحظه امر فيها الان وتقول لي اكتب اكتب جميل الغي الجميع بس انه عشان اكتب.